إذا بتطلع دفتر الاتصالات بين حضرتك وبين جوزيف المعلوف ليبين إنه في صار بينك أستاذ وبين جوزيف المعلوف بشكل دائم وبشكل مباشر. أستاذ طارق أطلب دفتر الاتصالات، إذا عندكم الشجاعة والنزاهة والصدق تتفضلوا بتقدموا نفسكم على النيابة العامة تطلب لكم دفتر الاتصالات وليبين لموكلك سعادة النائب إنه يا السبت يعني قبل حلقة التنين الماضي بيومين أو ثلاثة اتصل فيي جوزيف المعلوف وقت صورنا اللقاء معه، بس بدي أشوف إذا أنتم عندكم الجرأة تفرجوا الحقيقة للرأي العام. هوى الحرية التنين 10 إلى 3 على الـ LBCI والـ LDC.